انتبه لما يخرق هذه الرغبة أو يضعف أثرها وهي الذنوب والمعاصي. وأني بدانك الاستمرار، أما الزلة والزلتان هذه لا يسلم منها أحد، كلنا ذو خطأ، لكن العلم نور، العلم نور والمعصية ظلمة، فإذا غلب هذا هذا يعني إذا غلب العلم المعصية الحمد لله، أما إذا كثرت المعصية فهذا يعني أنك تزيد من مساحة الظلمات في قلبك التي تحول بينك وبين ماذا؟ وبين الفهم، لأن المعصية أيها الإخوة الأخوات الأبناء والبنات تشوش على الذهن، هذا لا إشكال فيه، تشوش على صفاء القلب فلا يستطيع رؤية الحق كما هو، يكون الأمر أمامه كالضباب. يعني أنت الآن في سيارتك إذا كان الضباب أمامك نعم، ولا تستطيع أن تتبين الطريق كما هو بصفاء بسبب هذا الضباب تماما، هذا هو أثر المعصية على القلب، يحدث تشويشا وضبابا بحيث لا تستطيع أن ترى الأمور على ما هي عليه، قد يفوتك دليل، قد يفوتك استدلال، قد يفوتك موضع يكشف شيئا من الخفاء وهكذا. وقد قال الشافعي لما جلس أو لما جلس الإمام الشافعي عند الإمام مالك في القصة المشهورة، قال يا فتى إني أراك أوتيت فهما، ها وأوتيت فهما فلا تحجبه ها بظلمة المعصية. ومن المشتهر من أبيات الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي، هذا الشافعي، فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. والمقصود هنا أن الإنسان كلما أذنب مباشرة يتوب ولا يجعل مجال لماذا؟ لتراكم الذنوب أو لأن يدخل الشيطان عليه يقول أنت من تكفو تدخل في هذا الطريق، لا، اجعل العلم يقودك إلى التوبة وليكن هذا من أعظم ثمارها. ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. إذن هذا أمر، ومن من أعظم المطالب التي يطلبها الإنسان أن يسأل ربه عز وجل علما نافعا وعملا صالحا، فإن هذا هو الهدى ودين الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم.